صباح الخير يا امي. صباح الخير يا حبيبي. على فين؟ رايح الشغل. انت مش هتفطر الاول؟ لا ما ماليش نفس. مالكش نفسي ده ايه؟ لا لازم تفطر طبعا. ولا الهانم بسلامتها نكرت عليك. هانم مين بس يا امي؟ اللي خدتك بعد الفرح وسهرته الوش الفجر، كنتوا فين؟ يعني رحنا سهرنا كده شويه. سهرتوا فين؟ اذا كان كل المحلات مقفله بعد الساعه 2. كان زمان على ايامكم، دلوقتي الاماكن كلها ما شاء الله بتقعد لغايه الصبح. بعدين اشمعنى انا يعني اللي فتح لي التحقيق ده؟ ما مختار رجع بعد مني. ايوه مختار كان عنده شغل، كان عنده طلبيه لازم يسلمها بنفسه. طلبيه؟ انت طيبه قوي على فكره. اكيد بقى الفكره دي فكرتها طبعا. لا بصراحه هي يعني كانت فكرتنا احنا الاثنين. يا ابني ما تداريش عليها، انا عارفاك كويس. انت ليه بس حاطه نقرك من نقرها كده؟ عشان هي طايشه ومش عايزه تكسبني. معلش يا امي اعذريها، لسه صغيره برضو. صغيره ده ايه؟ دي عمرها 23 سنه. يعني 23 سنه تبقى عجزت؟ ما هي صغيره برضو. انا كان عمري 23 سنه، كنت مخلفاكوا كلكوا وكنت فاتحه بيت عيله. يا امي الزمن غير الزمن، انت من جيل وهي من جيل تاني خالص. يا دي الزمن ويا دي الجيل اللي انتوا ماسكين فيه. يا ابني في حاجات مهما مر عليها الزمن لا يمكن تتغير ابدا. زي ايه بقى؟ يعني مثلا الواحد الصحيح ممكن يبقى نص؟ طبعا لا. الحق سنة 60 ممكن يتغير عن الحق في سنة 2010؟ برضو لا. الحق يا ابني هو الحق، وقيس عليه المبادئ والأخلاق. أيوة هي عملت إيه يعني في قلة أدب؟ أيوة جاية الفرح بفستان آخر مسخرة. يا أمي كان في بنات كتير جدا في الفرح لابسين زيها ونفس الموديل، أنا متابع الموضة كويس. وفين أخوتك بقى يا أستاذ؟ اللي خطيبتك اللي هتبقى ان شاء الله يعني في المستقبل هتبقى ام عيالك، وهي داخله الفرح كده بفستان اخر مسخره، واللي رايح واللي جاي عمال يبص على لحمها. ايه لغيتنا اخوتك عشان الموضه؟ عموما يا امي احنا امبارح اتخانقنا خناقه كبيره جدا، وتقريبا كده كنا هنسيب بعض. يا الف نهار ابيض يا اخويا، ما تسيبها وتخلصني بقى. انا مش قادر افهم انت ليه بتكرهيها قوي كده. عشان انت بتحبها اكتر ما بتحب نفسك، عشان هي مسخرات عاملاك شخشقه في ايديها بتهزها قدام الناس. يو يا امي بقى انا بصراحه ما بقتش عارف اتعامل معاكي خالص، عن اذنك بقى. يا خساره يا خساره تربيتي فيك يا سعد، يا خساره. زعل امك ليه؟ وانا عملت حاجه يا حاج؟ ما تشوفها هي اهي بعد اذنكم بقى. سعد مغلبني يا حاج، مغلبني اخر غلب، وبعدين البنت اللي خطبتها له دي مش مريحاها ابدا. هو قال لك كده؟ هو بيقول حاجه ده تايه في دوائرها مش عارف يخرج منها. سيبيه يغلط ويتعلم يا حاجة. بس مش في الجواز يا حاج، مش كفاية مختار واللي حصل. الشر بره وبعيد، الله يخليكي ما تجيبيش السيرة دي. استغفر الله العظيم يا رب، ده حتى البنت اللي اسمها نورة ما اتكلمتش لحد دلوقتي. ما يلحقوش يوصلوا يا حاجة، ماليزيا بعيدة، دي 12 ساعة طيران. يا اخويا ربنا يوصلهم بالسلامة يا رب. يا رب. طب أنا مجهزة لك الفطار، مش هتفطر ولا إيه؟ لا معلش مش حاضر، كلتي جامد من الخروب بتاع امبارح، قايم تعبان حبتين، هشرب قهوه بالحبان في المحل. المهم انت مش عاوزه حاجه اجيبها لك وانا جاي؟ تسلم لي يا رب، عاوزه سلامتك يا اخويا، بالسلامه. الله يسلمك. لا اله الا الله محمد رسول الله، في حفظ الله وامانه، مع السلامه. الله يسلمك. خد بالك من نفسك يا حاج. يا اختي الشر بره وبعيد. طب ده ايه اللي بالفنجان ده بقى؟ خير يا نواشي، في ايه؟ عين عين يا ست سماح، مدورة ومكورة. عين؟ ودي عين مين دي بس؟ وانا ناقصة، مش كفاية الغلب اللي انا فيه ده؟ انت يا اختي واقعة في بير. يا لهوي، حتى شوفي. اها ده فعلا بير وملوش قرار. تكونش العين دي هي السبب في عدم خلفتي لغاية دلوقتي؟ هي السبب والله اعلم بالمستخبي. ايه المستخبي؟ عمل كده ولا كده ولا الشر بره وبعيد سحر اسم. يا نهار اسود، والحل هو الشيخ النوخ مفيش غيره. احنا نروح نكشف عليكي ويكتب لك روشته العلاج. انت متاكده منه يا بنت يا نواشي؟ احسن يطلع من بتوع الثلاث ورقات. فاشر، ده راجل صالح وبتاع ربنا. طب دي حماتي الى هتتوكس مطرح ما هي قاعده دلوقتي، راحت له كانت بتشتكي من كل حاجه، خرجت من عنده عروسه وهي دلوقتي بيت عدلها. هي حماتك اتجوزت؟ اطمني يا ستي. يا ستي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ازيك يا نواشي؟ الحمد لله يا سيدي. حضري لي الغدا احسن، انا واقع من الجوع. حاضر، الغدا جاهز، الغدا جاهز يا حبيبي. بعدين نكمل الموضوع. حاضر يا ستي حاضر. صباح الخير يا حاج.
يا صباح النور، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا كنت جايه عايزه اشتري الشنطه اللي رجعتها. يا سلام، غالي والطلب رخيص. دورت كتير ما لقيتش زيها، ولونها كمان عجبني. اتفضل. طب بتخلي يخلي لك صحتك وعافيتك يا رب يا حاج. هتلاقي الشنطة يا ثروت. حاضر يا حاج. ما تنسيش التشكيلة اللي جاية، هتعجبك قوي. اللي يجيلكم مرة ما ينساكمش أبدا. اطمن، مش هنسى يا حاج. وأنا كده مطمن. اتفضلي حضرتك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. ألف مليون سلامة. عايز أهني شركتنا بالأستاذ سعد ليل، اللي لولا مجهوده وموهبته في الشراء والبيع كنا فقدنا عملاء كتير قوي في الفترة اللي فاتت. متشكر جدا يا هاني بيه، بس يعني ده واجبي. يا ريت كل الموظفين زيك يا سعد، كنا بقينا أحسن بلد في الدنيا. يا بابا سعد طول عمره شاطر، ده حتى دايما كان بيطلع الأول على دفعتنا وطلبوه يبقى معيد، بس هو اللي رفض. ورفضت ليه يا فقري؟ بس أنا ماليش خلق على التدريس، بحب الحياة العملية أكتر. طول عمري دماغك بتعجبني. لحد كده واجتماعنا خلص، تقدروا تتفضلوا. اتفضل. ابسط يا عم، اهو الراجل الكبير وبنته مبسوطين منك اخر حاجه. على فكره بقى دي نتيجه طبيعيه لاي واحد يشوف شغله كويس. تفتكر؟ جرب انت بس وانت تشوف. اللي انا شايفه هيمقق عينيا ان البنت صفيه دي حاطه عينيها عليك. يا راجل انت بلاش الكلام ده بقى. الحكايه كلها يعني ان احنا زملاء من ايام الجامعه. ومن ايام الجامعه ما خدتش بالك انها حاطه عينها عليك؟ لا بصراحه خدت بالي طبعا، بس هعمل ايه بقى يا سيدي؟ اصل انا يعني خاطب وبحب خطيبتي كمان. يعني ايه؟ مش ناوي؟ لا بصراحه مش ناوي. لا يعني السكه سالكه، ادوس بنزين. دوس يا عم وخش براحتك، بس خد بالك لحسن تخيش ولا حاجه. ماشي. يا باشا هو اللي بدأ وسرق مننا السجاير يا باشا. بقول لك ايه يا يالا؟ كلها حياه. عامل عليها فتوة السجن كله يا باشا. اثبت يالا. انت مين يا؟ انا زلزال يا باشا. جاي في ايه؟ سرق بالاكراه ولا مؤاخذة؟ لا خوفتني يا رحمة. امور الحنجلة والتنطيط دي مش هنا. هتمشي عدل هشيلك على راسك. هتمرجحها هغربك. كده؟ طب واسبوعين تهديب يا حيلة امك. انا هعرف ازاي انشف ريقك. ابسط يا حاج، الاسهم اللي اشتريتها لك من 3 شهور ضربت في العلالي قوي. دلوقتي وقت البيع. خلاص ما دام كده نفذ العمليه وبيع. انا برضو حاضر اعدل عليك. دي لعبتك يا ابو السعود. ما قلتليش المكسب كام؟ قد اللي انت دفعته 4 مرات. ايه؟ لا طبعا هجنب المكسب وهشتري باصل الفلوس اسهم مفرهده. بس ما تجيبهاش مفرهده قوي، احسن تموت في ايدينا. مفرهده بس لسه فيها الروح عشان تصحصح كده معانا. طبعا مش هوصيك لخبير. ها؟ لا اطمن، اطمن يا حاج. يلا مع الف سلامه. سلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه يا سعد؟ قلت الحاجة قبل ما تروح. وجيت ازاي؟ هو ايه اللي جيت ازاي؟ بتاكسي طبعا. مش انا منبه عليكي ما تركبيش تاكسيات؟ بتخاف عليا يا حبيبي. رشا احنا في مكان شغل. خلاص يا سعد هستناك اما تخلص عشان تيجي معايا عيد ميلاد شيرين صاحبتي. مين شيرين صاحبتك دي؟ انا معرفهاش. وبعدين انا تعبان، هخلص شغل وهروح على طول. انت مش ملاحظ ان انت بترفض لي كل طلباتي؟ يا ريت، يا ريتني بعمل معاكي كده، كان زمان ارتحت. قصدك ان انا تعباك؟ خلاص يا سعد طالما انا تعباك انا هريحك مني ومش هتشوف وشي تاني خالص. تعالي بس هنا. انت رايحه فين؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اللي انا بعمله ده رد على كل اللي انت بتعمله.
يا رشا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دي أكيد نورة. ألو. أيوة يا نورة، إزيك يا حبيبتي؟ وحشتني قوي. لسه واصلين حالا؟ الحمد لله على السلامة. أنا عارفة إيه بس الواد ده كل بلاد البعيدة دي. البلد هنا تجنن يا ماما، لازم تيجي تشوفيها بنفسك. يا ستي بيهاتي بابا معاكي. سلميني عليها. رؤوف بيسلم عليك يا ماما. بقولك إيه، هتكلمها. أهو معاكي أهو. يا ماما كوثر، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله يا ابني، ازيك انت؟ يلا بقى خلصوا شهر العسل. بصراحة بقى أنا مش قادرة على بعد نورة ثانية واحدة. وأنا يعني ما وحشتكيش؟ طبعا يا ابني وحشتيني. بقولك يا ماما كوثر، أنا عايزك تعتبريني ابنك الرابع. والله أنت فعلا زي ابني بالظبط. رؤوف مش حواصيك على نورة، خد بالك منها. نورة دي في عينيا. أهي مع حضرتك، اتفضلي اتفضلي. أيوه يا ماما، ربنا يخليكي لينا يا رب. خلي بالك من نفسك والنبي يا ماما. مش محتاجة أي حاجة؟ محمد رسول الله، مع السلامة. ها يا ستي، اطمنتي بقى على ماما؟ طيب، ممكن بقى نعيش حياتنا شوية؟ يا أحلى عروسة في الفار إيست كله. ممكن أعرف بقى أنت بتعيطي ليه دلوقتي؟ خلاص يا سعد، أنا اتأكدت إنك مش بتحبني. أمال يعني خطبك وهتجوزك ليه؟ أهلي غصبين عليا مثلاً؟ يا رشا يا رشا، انا لو ما كنتش بحبك ما كنتش سبت شغلي وجريت وراكي وعمال احين فيكي من الشغل لغايه هنا. يعني امبارح تشدني قدام الناس، اجيلك النهارده عشان الطف معاك تعاملني بجليطه وقله ذوق، وفي الاخر تقولي بحبك؟ طب ما انت كمان سبتيني وجريتي اول ما العيال التيران اللي في الديسكو دول فتحوا عليا المطوه، بدل ما تصوتي وترقعي بالصوت وتقولي لهم ده خطيبي تسيبيني وتجري؟ دول كانوا هيموتوني. بعد الشر عليك يا حبيبي. ايوه كده ايوه كده بقى. الله يا رشا، انت اكتر واحده اتمنيتها في الدنيا دي، انت الوحيده اللي بحبك بجد. طبعا بجد، بس بصراحه بقى عيبك ان انت عصبيه شويه. ما انت اللي بتستفزني عشان عارف اني بحبك. طب خدي بقى البسي الدبله دي لحسن تاخدي برد ولا حاجه. قبل ما البس الدبله هتروح معايا عيد الميلاد ولا لا؟ هروح يا ستي وامري لله. اهو كده بقى البس الدبله. الا صحيح، عملت ايه مع العيال بتوع الديسكو امبارح؟ ايه اللي عملت ايه؟ جريت طبعا. في الحالات دي يا حبيبتي الجري بيبقى نص الجدعنه، ولو الوقت متاخر زي امبارح بيبقى الجدعنه كلها. ما تقوم بقى يا سي مختار. تعالي سموحه هفرق دور وتلعبي معايا. يوه بقى يا سي مختار، ما تيجي بس نقعد مع بعض شوي، ده انت وحشني. بعدين بعدين، عندي برتيتة جامدة الليلة ولازم اسخن شوية. حرام القمار اللي بتلعبه ده يا سي مختار. دي تفاريح، انت يعني شايفاني بلعبه كل يوم؟ وبعدين حظ الله بيني وبين مكسب القمار، انا لا بصرف منه عليكي ولا على نفسي. امال بتعمل بيه ايه؟ بتصدق بيه على الفقراء والمساكين. بتتصدق على الفقراء من مال حرام؟ مش احسن ما طنشهم وما اديهمش خالص؟ على الاقل انا بدي، غيري معاه وما بيديش. بس خساره تضيع فلوسك. زي ما بخسر بكسب. طب وايه اللي دخلك في الدايره دي من اساسه؟ حب المغامره وفرحة المكسب هما اللي بيخلوني عايز ألعب. طب ولما تخسر؟ أملي في المكسب بيخليني عايز ألعب تاني. يلا بقى ألعبي. مفيش فايدة، اللي في دماغك في دماغك. افهمي يا مموخ تخين، المقامر دائما يلعب على أمل. ألو. مساء الخير، الحاجة عبد الستار؟ أنا نعمت اللي كنت رجعت لكم الشنطة وبعد كده رجعت اشتريتها. أهلا أهلا، يا أهلا وسهلا. طبعا افتكرتك، وانت برضو تنسي التشكيلة؟
طبعا وصلت ومستنياكي تيجي علشان تنقي براحتك. الله يخليك تعيش. ولو حبيتي ما نبيعش منها اي حته لحد انت ما تيجي وتنقي براحتك. لا يبقى اذا كان كده مسافه السكه واكون عندكم ان شاء الله. سلام عليكم. يما بعد الدواء. والله يا بنتي انا من كتر التعب مش دريانه بحاجه. معلش يما بالشفا ان شاء الله. تسلم ايديك يا بنتي. بصي يما انا هنزل دلوقتي ولو تعبتي ولا اي حاجه انا سايبه لك التليفون اهو جنبك علشان تطلبيني على طول. لو احتجتي اي حاجه ندهي على ام السيد، ولو تعبتي وجات لك الازمه تطلبيني على طول على الموبايل. بس ما تتاخريش. حاضر. السلام عليكم. مع السلامة. عليكم السلام. على فين؟ يا خرشي خدتني. وانت مال اهلك؟ انت من بعيد عيلتي يا بنت. انا بحبك. حبك برص وثلاثة خرص يا اخرة صبر. انت في الاخر يبقى نصيبي واحد رد سجون وبسلة وشرف امي لتوب عن الحرام عشاني. اللي دينه نجس يا خشن ما بينضفش. يا نعمة يا نعمة فهميني. ارضي بالذوق بدل ما خليكي ترضي بالعافية. عافية الدنيا معفن. انت انا باخد 10 رايق وطماه يا معفن. على الحلال اخطبني. تخطبني انا؟ طب غور من وشي يلا غور. وانت تعرف حلال من اصله. ماشي يا نعمة ماشي. الحساب هيجمع بينا. معمول لك عمل في قلبي ليل يخلي بطنك ما تشلش، يهلك حرصك ويقطع نسلك، واللي كنت في عينه غزال يشوفك قرده بسلسال. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وانا اقول الراجل ما اتغير من ناحيتي ليه؟ ايه الشر ده كله؟ ايه الشر ده كله؟ دي اكيد فتحيه. ايوه اللي عامله العمل ست واسمها فتحيه. والعمل يا سيدنا الشيخ هفضل قرده كده كتير؟ يلزمك حضر الزار نفك فيها العمل ونحصن التحاصيل. نحصن نحصن على قد ما نقدر. دي دنيا قلابه وناس كداب. يخرب عقلك يا فتحيه، انا تعملي فيه كده؟ يلزمنا 2000 لزوم مصاريف الحضره والبخور من الحيسي. 2000 جنيه؟ ما باخدش منهم حاجه، دي فلوس مرهونه عندهم لاجل ما يخففوا همك ويروحوا تعبك. وان كنت مستغليه تبقي مستغنيه. مستغنيه ده ايه؟ ده انا كل فدا الاسياد. هو كل الحكايه بس يا اخويا ان انا ما معيش المبلغ ده دلوقتي. خلاص لما تبقي مستعديه ابقي تعالي وانجزي. ستي بقولك ايه؟ صحيح. هما الاسياد دول يا اخويا مش ممكن ياخدوا ذهب بدل الفلوس؟ شغال. عيار كام؟ غشتنا هم عيار 21. جابهم لي جوزي ب 1500 جنيه. ده ايام ما كان الذهب رخيص، يعني دلوقتي اكيد يعملوا لهم اكتر من 2000. معاكي بيهم فاتوره؟ لا ما معيش. خلاص لاجل ظروفك مفيش مانع، وان كان ليكي زياده باخديهم. لا الزياده ليكي يا سيدنا الشيخ ومش كتير عليك والله. المهم تخلص لي الموضوع ده في اسرع وقت قبل ما جوزي يطير منه. اهلا 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 اهلا. انا جيت زي ما وعدتك. وانا عند وعدي. اتفضلي استريحي. ملوش لزوم. ملوش لزوم ازاي بقى؟ انت خلاص بقيتي زبونه المحل. اتفضلي اتفضلي. شكرا. احنا اصلنا اللي اشترينا مره ما نبعوش ابدا. شو ايه؟ يبقى حاجه ساقعه. حاجه ساقعه بسرعه يا واد. يا صرف بسرعه. حاضر يا حاج. حاضر يا حاج. ما قلتليش اخبار التشكيله ايه؟ عندي تشكيله شنط لسه واصلاني من بره طازه. لو لفيتي السوق كله مش هتلاقي حته واحده منها. هو انت بتستورد؟ انا بستورد وبصنع شغلي بنفسي وكل فوله ولها كيان. واضح انك تاجر شاطر قوي. انا بحب المكسب موت ومكرهش في حياتي قد الخساره. على فكرة تشكيلة الشنط دي فيها شنط سواريه هتعجبك قوي قوي. كل شنطة بجزمتها. سواريه؟ هروح بيهم فين؟ ده أنا بنام من المغرب. وليه بدري كده؟ أعمل إيه؟ ما أنا بشتغل سكرتيرة في شركة استثماري ولازم أكون على مكتبي من بدري. يعني مفيش خروجة كده ولا كده يوم الأجازة مع الأفندي جوزك؟ أصل أنا متطلقة. آسف إذا كنت يعني ضايقتك. لا مفيش حاجة. هي المشكلة مش في الطلاق، المشكلة في الوحدة بتوجع. عندك حق، بس أحب أقولك إن في متجوزين موحودين أكتر من المطلقين. كلنا تعبانين
اتفضلي. احنا نسينا الشنط وعمالين نتكلم في حاجات تانية خالص. فعلا اول ما اتقابلنا كل واحد صرح بهمومه للتاني. مش شايف انها غريبة شوية؟ ولا غريبة ولا حاجة، الظاهر القلوب عند بعضها. ده اكيد دي حاجة. بقولك ايه، انت مش جعانة؟ اشمعنى؟ تيجي بعد ما تتفرجي على تشكيلة الشنط اعزمك على العشاء في مكان حلو قوي. انا مش بتاعة عزومات وما بخرجش مع حد معرفوش. انا اسفه، اهلي علموني كده. لا عداكي الايام، ده عداكي وازح كمان. انا اصلا تخيلت ان احنا ممكن نفضفض لبعض، اصلا حسيت ان انت ممكن تسمعيني فاطمئت في الطلب ده. متشكره على الثقه دي، بس انا اسفه مش حاضر. براحتك يا ثروت. انا حد فرج الهانم على تشكيله الشنط عشان تنقي براحتها. عينيا يا حاج. عن اذنك. اتفضلي. الو. ايوه يا مسيد، خير في ايه؟ امي يا نهار اسود، مالها الوالده كف الله الشر، وقع على الارض وقطع النفس. طب استنى انا جاي معاك اوصلك. لا شكرا، انا هاخد تاكسي. استني بس، تاكسي ايه؟ العربيه موجوده والناس لبعضيها. هيا دودي، ايه رايك في الموبايل ده؟ لذيذ يعني. ايه رايك ناخده هديه لشيرين؟ بكام ده لو سمحت؟ 1500 جنيه فقط. ايه يا عم ده غالي قوي. اصله موديل جديد. بقول لك ايه، سيبك منه وتعالي نجيب لها حاجه ارخص شويه. ما ينفعش يا حبيبي، لسه جايبه لي ساعه غاليه جدا في عيد ميلادي، يرضيك يعني ان شكلي يطلع وحش قدام الشله؟ طب خلاص خلصيني بقى، لو عاجبك ادفعي فلوس وخلينا نمشي من هنا. ما هو اصل ايه؟ اصل انا ما معيش غير 150 جنيه بس. 150 جنيه؟ ده انت تجيبي لها توكه بقى على كده. ولما انت كحيانه وعدمانه كده بتبص الهدايا غاليه ليه؟ الحق عليا اني قلت لك، مش انت خطيبي وجوز المستقبل كمان؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي ان انت تسلفني بقيه المبلغ. اسلفك منين؟ ما المرتب على ايدك كله خلص في خروجاتك العبيطه اللي ملهاش اي معنى. ما انا مش قصدي على المرتب. امال قصدك على ايه؟ مش باباك لسه مديك جزء من فلوس توضيب الشقه؟ ايوه بس دي فلوس توضيب الشقه، عايزانا اصرفها هدايا على اصحابك؟ عشان خاطري يا دودي. لا لا ما كانش ينعز، الفلوس كلها اتصرفت اصلا. اتصرفت امتى بقى وانت لسه واخدها اول امبارح؟ عديت بالليل على الشقه، حسبت النقاش وحسبت النجار ونزلت اشتريت وشوش كهرباء. خلاص اديني كارت الفيزا اشتري بيه. يعني انت عايزانا استلف بالفايز عشان اصرف على فشخرتك؟ طيب بص، انا عيد ميلادي الشهر الجاي. عايزين اجيب لك هديه عيد ميلادك من دلوقتي ولا ايه؟ لا مش قصدي، قصدي ان انا متنازله عن هديه عيد ميلادي قصاد ان انت تديني اجيب هديه شيرين صاحبتي. ها بقى قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، كلمه كمان واحس ان انت راجل بخيل، وانا بقى بصراحه ما بحبش الراجل البخيل. في موبايلات صيني هناك بخطين، ايه رايك نجيب لها موبايل صيني؟ سعد هو ده. اتفضلي. دي زفت الفيزا هي. ميرسي يا دودي. بلا دودي بلا زفت. يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا ربي. ما تسيبنيش يا بعض من البيت. حرام عليك يا بعض انا لوحدي. طمني يا نعمك، والدتك هتبقى بخير ان شاء الله. يا رب. الدكتور كشف عليها وعملوا لها الاسعافات اللازمه. بينا احنا نحصلها على المستشفى. يلا يلا. راحة فين انت؟ تعالي نحصلها بعربيتي. طمنينا يا نعمة. مين الراجل ده يا مش عرفني؟ يمكن يكون قريبهم ولا صاحبهم. هو انا شيخ حارة؟ انت بتبرطم في الكلام وتقول ايه يا ابن المتضايق؟ الله 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 الله، انت هتشطر عليا ولا ايه؟ ما تشطر على اللي خطف منك الموزه وكمان بتطول لسانك عليا. روح امك، نعمه دي بتاعتي بتاعتي ملكي، واللي هيقرب لها هرمي وشه بميه النار. قوم السكر وسيطرنا عليها. الحمد لله. اطمنوا حالتها مستقره، كمان ساعه هننقلها من العنايه الاوضه عاديه. مين فيكم اللي هيبات مرافق معاها؟ هي مدام نعمه بنتها واكيد مش هتسيبها. خلاص بس دوني اسمك قبل ما تباتي عند الممرضة اللي هناك دي. حاضر، متشكرين قوي. شكرين. مع السلامة. ايوه بس من غير ما تبسبسي، لو كان على شغلك اتصلي بيوم وخدي اجازة. انا بقصد حساب المستشفى. طمني حساب الدفع. مين دفعه؟ انا. طب ممكن اعرف كام؟ لا مش ممكن طبعا. جراس تنعمل يا
الست والدتك دي زي ما تهمك تهمنا كلنا. بس ده كتير قوي يا حاج. والحمد لله خير ربنا كتير. الدين ده هيفضل في رقبتي وهسددهولك كل شهر من مرتبي. ماشي اللي يريحك، بس المهم انا عاوزك بقى تخلي بالك من والدتك، عايزها تصحى تلاقيكي واقفه جنبها. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. ولا يهمك اي حاجه، طول ما انا جنبك ما تقلقيش من ايتها حاجه. ربنا يخليك يا حاج ويعلي مراكبك يا رب ويرزقك ويحميك يا رب يا قادر يا كريم. انت فين يا هدى؟ انا هنا يا حبيبي اشتغل. طب بقول لك ايه، الجورنال ده مليان عربيات وفي حاجات حلوه قوي، بيتهيالي يعني اللي انا اخترته هيعجبك، بس قولي لي الاول صيني ولا ياباني؟ صيني ده ايه؟ امال فين الالماني والامريكاني؟ الماني ده ايه، دي عربيات غاليه قوي، وبعدين انا يا دوب هبيع عربيتي والحاج هيزود لي على ثمنها. يا سيدي هو مش قالك اختار العربيه اللي تعجبك وهو رقبته سداده؟ او ما اختار انا بقى عربيه بمليون جنيه، صح لازم الواحد يبقى حسيس برضه، ده لسه بيجهز سعد وخارج من جوازه نور. والله انت اللي عاقل زياده عن اللزوم، ما تشوف اخوك مختار راكب عربيه عامله ازاي. مختار ده تاجر، انما انا موظف وليا مرتبي. انت حر. يبقى هو الياباني، رفاهيه وكماليات واي حد ماشي في الشارع يصلحها. ماما ماما الازمه جت بسرعه. هدى بس بس خد نفس خد نفس بس بس هدى. ايوه افتح بقى يا حبيبي. مش ممكن، دي تالت مره تجيله الشهر ده. هو بياخد الدواء في مواعيده مظبوط؟ طبعا، بس الظاهر بقى الدواء ده مش نافع مع حساسيه الصدر. يبقى لازم بكره الصبح الدكتور يشوف. بس حبيبي خد نفسك بس بس بس. يا ماما ركز في اللعب، انت فين؟ العب يا برنس الليالي احنا هنذاكر. صلي. ايوه هتظبط هتظبط معاك. بص وانا باص. انا كمان وانا باص. فول اس في عبد المحظوظه. لحظه بس لحظه. محظوظ قوي الاستاذ سمير محظوظ. كنت روير. لا 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 يا مخ جامد يا مخ. انا كده كبير كبير. عشت عليك. ارجلك يا سموره. مختار حظه ماشي قوي. الله اكبر، ده انا بتمرن لكم الصبح. اه واضح التمرين جيب فايده اهو، ودليل على كده انت لامم لحد دلوقتي اكتر من 5000 جنيه. 5500 في عينك. المهم يكون من لعب صح، مش من غش واحتيال. عيب عليك، اللي يغش ده واحد غشيم، انما اللعيب الصح هو اللي يكسب بالحلال. ضحكتني يا مختار. وحلال ايه ده بقى اللي يجي من القمار؟ حتى الغلط لازم يتعمل صح عشان مكسبه يكيف ويخيش في الدماغ. تصدق منطق برضه. يخرب بيت عقلك يا مخ، انا قربت اصدق. خد انت بايديك الطهره دي من الكيس تاني. بقول لك يا مختار. قول لي حبيبي. سلف اخوك بقى 2000 جنيه لغايه بكره عشان الحاله على الشنطه خالص. اذا كان كده ماشي، بس اكتب لي شيك ب 2500 جنيه. عايز تلف 500 جنيه في ليله واحده يا مختار؟ والشيك يكون بتاريخ النهارده. كمان يا مختار بتاريخ النهارده؟ الحاجه حواجه، وانا احب اطرق الحديد وهو سخن. وكيف الكيف يجيب له معلقه ذهب. ماشي يا عم المستغل. وادي يا سيدي 2500 جنيه. وادي فلوسك. حبيبي انا ما باكلش حق حد. يلا كفايه عليكم بقى كده. ايه ما تقعد يا مختار، عادتك حلوه والله. عايز اروح وطعم المكسب في بقي. ماشي يا سيدي. سلام سلام يا برنس. تعالى هنا. رايح فين؟ مش هتروح الا لما تعوض خسارتك كلها. يا جماعه في ايه، احنا اصحاب عيب كده. الله يا سموره. بقول لك ايه، اذا كنت تغفلت انا مش ههبل. مش هتروح الا على جثتي. يا مختار يا جماعه. يا مختار يا جدع انا في مختار يا جدع. ترفع عليها مطوه. ترفع عليها مطوه. يلا ده انا مختار عبد الستار وهخرج على جثتك، والمطوه دي اخليها معايا تذكار. ماشي يا كتكوت؟ خلاص يا مخ خلاص. اوعى واستنضفوا الناس اللي تلعبوا معاهم. بحبك وبموت فيكي. عارف انا في سر كنت مخبيه عليك. سر؟ سر ايه؟ اصل انا وزمايلي في الجامعه كنا معجبين بيك بجد. بس انت طبعا بقى اللي جبتي رجلي وكسبتي في الاخر. ها والله من ناحيه كسبت فانا كسبت، بس بصراحه انت كنت معيد جد قوي كده، وكنت تدخل المحاضره ومحدش يعرف يكلمك. يا حبيبتي ده اللي ظاهر من بره، انما الحقيقه بقى انا كنت معجب بيكي من اول مره شفتك فيها في المدرج. ايه ده، يعني انت اللي وقعتني مش انا اللي وقعتك؟
يا حبيبتي مش هتفرق، انا وقعك انت توقعيني مش هتفرق كتير، اهم حاجه بقى ان انا وانت نبقى مع بعض على طول. يا رب يا رؤوف نبقى مع بعض على طول. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخرت قوي، قلقتني عليك. اصلهم يا ستي كانوا عاملين اجتماع مهم قوي في الغرفه التجاريه وكان لازم احضره. اه عشان كده بقى. على فكره نورا كلمتني النهارده وطمنتني عليها، هي وجوزها والحمد لله وصلوا بالسلامه. طب الحمد لله. احضر لك تتعشى؟ لا اصلا انا لما لقيت الوقت اتاخر اتعشيت سندوتشات مع اعضاء الغرفه. طيب انا بقى هطلع انام احسن هلكانة طول النهار. تصبح على خير. بنتي من اهل ما كنت قعدت معايا شويه يا حاج. معلش يا اخويا ما تزعلش مني. يمكن تكوني عايزة حاجة. انت لسه ما نمتش زيي يا حاج؟ مش جاني نوم، عمال افكر فيك. وانا كمان بفكر فيك. صحيح انت اي ست تعرفك لازم تفكر فيك وما تنساكش ابدا. اشمعنى؟ عشان انت طيب قوي وحنين، راجل من بتوع زمانه مش من الرجاله الورق بتوع اليومين دول. ده انت لست ستات ونورتي البلد كلهم. يا جماعه فيها مختار؟ مش عارف بس باين الموضوع مهم. انت مش عارف هو عايزنا في ايه؟ العلم عند الله، هو قال لي اجمعكم خلاص. الحمد لله على السلامه يا بهوات. الله يسلمك يا حاج. فيها يا حاج؟ قلقتنا يا حاج. لا ما تقلقوش من اي حاجة، ايه في الباب الساعة اللي بتعلق. حاضر حاجة. انت وماما بخير يا بابا؟ طبعا الحمد لله احنا بخير وكل الامور تحت السيطرة، بس هو زي ما تقولوا كده في موضوع شاغل بالي من فترة واخيرا خدت فيه قرار ولقيت انه من حقكم عليا ان انا ابلغكم القرار ده. قرار ايه ده؟ أنا قررت أتجوز. أنت بتقول إيه يا حاج؟ عايز تتجوز؟ آه أتجوز. في حد عنده اعتراض؟ بس أنت مش شايف إن حضرتك يعني قربت على 70؟ وماله يا أخي؟ 70 70. ما دام الصحة بومب والحمد لله. وبعدين إحنا عيلة معمرة، أنا أبويا لسه ميت من سنتين وكان تم 90 سنة. بعد الشر عليك يا بابا، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بس اشمعنى يعني فكرت في الموضوع ده دلوقتي؟ لا مش دلوقتي ولا حاجة، هي الفكرة دي في دماغي من زمان، من وقت ما امكم جالها القلب وهي في عز شبابها. بس انا بقى سبورت واتحملت عشان انتوا ما تطلعوش تلاقوا ابوكم متجوز اتنين وتعيشوا مشتتين. انا كان كل همي ان اربيكم كويس قوي واطمن عليكم، واهو الحمد لله اديني جوزت البنت الصغيرة وانتوا بقيتوا رجالة، كل واحد فيكوا عارف مستقبله فين. اظن بقى اني الاوان هشوف لي انا كمان يومين ولا ده مش حقيقي. طب وماما المسكينة دي ذنبها ايه؟ امك في عينيا الاتنين، فاهم يعني ايه؟ امك في عينيا الاتنين، واللي انا بعمله ده مش غلط، لا ده حقي بالشرع والقانون. بس انت كده بتهد العيلة يا حاج. انا لا بهد ولا ببني. بلاش كلام كبير قوي يا حظابط، عيلة ليل هتفضل زي ما هي، انتوا هتفضلوا ولادي، امكم هتفضل مراتي، وهتفضل على ذمتي لاخر يوم في عمري. ايوه بس بصراحه يا حاج انت فاجئتنا واحنا مش عارفين نقول لك ايه. انا ما باخدش رايكم، فاهمين؟
أنا ما باخدش رأيكم، أنا بس بديكم فكرة، وطبعاً الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينكم، أمكم ما تاخدش بيه خبر. شرعاً لازم تقول لها، وحقها توافق أو ترفض. بالراحة عليا يا خوي، هقول لها، هقول لها بس في الوقت المناسب. لازم طبعاً الأول أمهد لها عشان قلبها الضعيف اللي أنتوا عارفينه ده.